من نجمدها راح تموت بعض انواع البكتيريا راح تموت من نجمدها نخليها بالديبفريزنج. السالمونيلا تايتي خصوصا اذا خليناها حتى بالديبفريز ما تموت. لهذا السبب حتى الوركرز يعني ريستورانتس اللي يشتغلون ممكن انه يكونون هم كاريرز فور ترانسميتد ذس انفكشن. او مثلا هي تعرفون انه الانتقال مالتها رود اوف ترانسميشنز يكون عن طريق الاورال كافيتي، فممكن انه الروت ترانسميشن نسميها. فممكن انه هذا مثلا الشخص تفضل يا الام بالتواليت تكرمون طلع من التواليت ما يغسل ايده زين، ممكن انه واجا يحضر الاكل او يصب الاكل وهذه فينتقل للاشخاص اللي قاعدين ياكلون بالمطعم نفسه شافوا انه. وهي هذه وحده من الشغلات اللي انتقلت بها السالمونيلا تايفين. كانت اكو يعني ومنس نسميها ناري اسمها، طبعا هي اللي اول ما نقلت هذا المرض كانت تشتغل بمطعم فتسوي الاكل للزبائن، فهي من عن طريقها انتقل هذا المرض وبدا ينتشر. طبعا ايضا نشوف انه التايفويد فيبر موست كومون ان ذا كراودينج ارياز، لاحظوا ايضا بالسولجرز اوف ذا جابانيز ارمي ايضا انتشر عندهم بالاماكن اللي قد تكون مزدحمه، اللي واحد ياكل من الثاني ماكو اي يعني جود هايجين او جود سانيتيشنز، فهذه راح تكون مود اوف ترانسميشنز اوف ذس بكتيريا اوف رون وان تو انذر. وممكن انه يكون ابيديميك ديزيز، يعني تعرفون اكو عندنا نسميه اندميك اللي هو هاي الامراض المستوطنه واللي يكون بها كل الشعب عندهم موست كومون، واكو الابيديميك اللي هي ممكن انه يكون وايد سبريد all over the world or يعني even in the certain countries. احنا عادة بالعراق طبعا هذا نسمي endemic عندنا، يعني بدنا نسوي ودر تيست اللي هو for diagnosis of antibody in humans راح نشوف انه من يطلع لنا واحد على ثمانية، من يكون واحد على ثمانية على ثمانية سوري هذا نعتبره نورمال ما خوفه للبيشنت، لان الاكثريه موجوده عندنا لكن without signs and symptoms هاي احنا عندنا اندميك. لكن برا بالويسترن كانتريز نشوف لا، اذا ظهر عندهم واحد على 80 او واحد على 160 فهذا نعتبره انه موجود عندهم الانفكشنز. انتي شو دكتور هنا؟ على يمينك دكتور، على يمينك فوق الشريط دكتور، اي هذا الشريط هاي هي الخاتونة مستر ماري فعن. وقلنا انه هي one species or genus from Enterobacteriaceae when present in the feces من نشوف نسوي general stool examinations ونشوف عنده سالمونيلا فهذه تعتبر pathogen. هاي مهمة انه من نشوفها هي pathogen، هي strict pathogens مو نقول لا انه هي هاي normal flora. when present in the feces is considered as the pathogens. هاي تجيكم السيركل. ايضا هي حالها حال بقيه
الانتيروبكترياسي، قلنا اللي عندهم كاركترستيك فيتشرز المستاكين بها واللي هم راح يكونون كاتاليز عندهم بوزيتيف، الاوكسيديز عندهم نيجاتيف، كلهم يكونون جرام نيجاتيف، كلهم يكونون رود باسيلاي، كلهم يكونون all of them mortal-like except يورسينيا كليبسيلا وشيغيلا. إذا هنا أنا راح تكون أيضا mortal. شفتوا هنا أنا بالصورة هاي فوق، شوفوا هذه الفلاجيلا مالتها، هاي هنا الفلاجيلا مالتها إريتروفيكس. أي نعم، لكن هنا ما نسوي لنا سوارمين مثل البروتياز تختلف هنا. ايضا الشيء اللي يميزها انه عندها برودوس H2S كبريتيد الهيدروجين، لهذا السبب الكولونيز مالتها راح نشوفها بالسنتر مالتها هو بلاك كلرز، بلاك كلرز هذا شيء مهم. طبعا انا مخليت لكم اياه اللي باللون الاحمر، هذا معناه تنتبهون يجوز يجيكم هذا سيركل واعتباطيا، يعني من يشوفون اثناء شرفهم هيا بلون احمر او يختلف معناها هاي مهمه، هاي راح نقدر انه نميزها عن البقيه. اذا الين تتذكرون قلت لكم اقول كل وحده عندها فد باثوجونوميك فيتشرز تختلف عن البقيه. هنا السالمونيلا تايفي عندها شنو بروديوس H2S، لهذا السبب راح نشوف الكولونيز هاف ذا بلاك سنترز. دكتوره سلمان اللي قالت هي H2S؟ ايه نعم، البارا في قليل ما نشوف الانفكشن مالتها، هي يعني اكثر شيء من تلاحظون هسه تكملون ان شاء الله تقعدون باستشاريه او تقعدون بعياده من يجيكم الويذر تيست، يعني الموست كومن هي سلمونيلا تايبي واكو البارا تايبي بس الاكثريه هي اللي تايبي. نعم، نجي على المايكروسكوبيكال فيتشرز مثل ما قلنا هي حالها حال البقيه انه راح تكون رود باسيلاي، ونجيب لكم بالامتحان المايكروسكوبيكال فيتشرز تحكون عن الاندر ذا مايكروسكوب شلون تشوفوها، شلون نشوف السنجل سيل او ذا بكتيريا. طبعا ليش قلنا هي جرام نيجاتيف بالرغم من انه هي عندها بيبتايدو جلايكان، كل المجاميع جرام بوزيتيف يكون عندهم ثيك بيبتايدو جلايكان، سو ذات راح يصير عندها ريتينشن فور كريستال فايوليت مور ذان ذا اذرز، وايل جرام نيجاتيف اولسو هاف بيبتايدو جلايكان ان ذا سيل وول بات ات از ثين لاير سو ذات نوت ريتين ذا كريستال فايوليت يعني مور ذان ذا جرام بوزيتيف، فاذا هو موجود عندها as well as عندها شنو فلاجيلا so that it is motile also non spore forming ما عندها سبورات but have the capsules so that it will have the antigenic structures differ from the others because it have the flagella which is called H antigen and have the capsules هي polysaccharide capsule so it has the K antigen or virulence antigen I am نكتبها عادة also have the O antigen or somatic antigen O antigen found in the cytoplasmic membrane or plasma membrane so salmonella have three antigenic structures H antigen capsular antigens and O antigens or somatic antigen. هذا مكتوبة بالمحاضرة. يعني شوفون هنا. هذه عندنا هنا. هذا راح يكون عندنا somatic antigen أو نسميه O antigen. اللي هو موجود وين؟ موجود عند بالسيل ممبرين. بعدها يجينا هنا ماما هذا السيل وول، السيل وول وموجوده عندنا هنا طبعا، وبعدها يجي عندنا الكبسولرز هاي هنا السيل وول. تفضل منو لفظ ندبدبهم بالباب طبوا فضوها يلا. هذه عندنا هنا السيال ممبرين، سوري السيال وول.
يسمونه. وهذه عندنا هنا الكبسولة، كبسولة أنتيجين، أو الاسم الثاني مالته هو كي أنتيجين، وبعضهم بعض المصادر تذكره فيريولنس أنتيجين. وعندنا بعدها هنا هاي اللي نسميها فلاجيلار أنتيجين، أنتيجين أو الرمز مالته H أنتيجين. واضح؟ هاي اللي نسميها أنتيجينيك ستراكشرز أوف ذا سالمونيلا، الإميون سيستم of a human will be stimulated by these antigens. كل هاي الانتيجينات هي عبارة عن بروتينات. It will stimulate the immune system for production of antibody. هذا ما مكتوب بالمحاضرة. For production of the antibody. من تدخل السالمونيلا للجسم راح تسوي لنا شنو؟ stimulation للimmune system. اكو memory cells تركض وتمشي وين؟ بالبلاست ستريمز وباللمفاتيك ستريم. هاي الميموري سيلز راح تخزن كل الكاركترستيك فيتشرز اوف ذيس بكتيريا. اي مينز الاتش انتيجين شنو الكاركترستيك فيتشرز اللي هو عباره عن البروتينز، الاو انتيجينز، الكي انتيجينز، كل الصفات مال هاي البكتيريا. تركض بالعجل وين تروح؟ هاي الميموري سيلز تروح للاميون سيستم. شو تسوي له؟ تقول له اكو جسم غريب دخل هنا. يبدي الاميون سيستم ينطينا انتيبادي against these antigen. فاحنا هنا الانتيبادي اللي راح يكون against H antigen or against O antigen or K antigens هو اللي راح نكشف عنه. من راح نسوي احنا الويدو تيست، احنا هنا ما نشوف البكتيريا ولا نشوف الانتيجين مالتها، وانما نشوف منه الانتيبادي. لهذا السبب راح يجيكم الويدر تيست مكتوب عندكم هنا، يعني 1/80 واكو بهم هيك يكتبوا 1/80 زين. مثلا هنا مكتوب او انتيجين وعندنا اتش انتيجين، وهم ينطيكم مثلا 1/160 فاحنا هنا ايش بنشوف؟ بنشوف هذا معناها الانتي بودي اجينست ذس انتيجين. هذا التايتل مالت الانتي بودي اللي بنشوفه احنا. من نشوف 1/80 عادي البيشنت ما خوفه، هو انت عندك سالمونيلا تافي وعندك تيفو هاي لا عادي ماكو مشكله. 160 اللي عنده الكلينيكال فيتشرز يعني تظهر عليه. طبعا عاده الاو انتيجين، الاو انتيجين هنا الانتي بودي اللي هو اجينست او انتيجين، هذا ينطينا انديكيشن اوف اكيوت انفكشن. هذا معناها انه البيشنت عنده شنو؟ معناها صايرة. في حين انه ال H antigen هذا يعطينا indication انه chronic infection. عند chronic infection طبعا هاي ال widow test عادة احنا من نسويها موجودة عندنا ال الودل تيست. عادة احنا هنا لما راح ناخذ عندنا هذا السلايد وراح نخلي عليه قطرة من عندنا ريأجنت، هذا الريأجنت هو اللي بيه الانتيجين، سواء كان الاو يعني احنا هنا من دا نخلي هاي القطرات هنا دا اخليها اني دا اخلي هذا انتيجين مثلا الاو ماخذيه البكتيريا ماخذيها ومطلعين من عندها الاو انتيجين مخليها بفيالات ويدزونا اياها احنا الحمد لله والشكر كل شيء ما نصنع زين. او مثلا عندنا الاتش انتيجين ايضا ماخذين الفلاجيلا من البكتيريا ومسوي لها بيوريفيكيشنز ومخلوها بفيالات ويدزونا اياها. احنا ايش راح ناخذ
من الملح يومان او من كاسه راح ناخذ من عنده السيرم. طبعا راح ناخذ البلاد، البلاد راح نسويه من السنترفيوج، بنسوي له سنترفيوج راح نحصل على السيرم. هذا السيرم انا اللي راح اجيبه اخلي من عنده قطرات هنا واسوي له ميكسينج باي وود ستيك. هنا اذا صار عندي اكيوميوليشن اور اجريجيشن مثل الحبيبات تظهر عندي، فهنا راح اقول انه هذا التيست هو بوزيتيف، واذا ما ظهر عندي كلير يبقى فاقول نيجاتيف. هذا هنا يكون دايركت ويكون يعني سريع، لكن مو كلش راح يكون سبيسيفيك اند مور سنسيتيف. بحالات البحوث لا نحتاج مور سبيسيفيسيتي اند مور سنسيتيفيتي انفستيجيشنز فور ديتكشن اوف اي جي جي اور اي جي ام، هذا يكون مور سبيسيفيك بات مور اكسبنسيف. لهذا السبب المختبرات العاديه او بالمستشفى او بالمستوصف الصحي عادة ما يجيبوها. لا سكرينينج. يعني شكرين. إلا إذا الطبيب ده يعني يطلبها والمريض عنده إمكانية إنه يسويها، لأن فيشت مرات يجي يقولك ما عندي أنا ما أقدر أسوي التحليل. فهناك إحنا هاي اللي بتكون more sensitive and more specific. راح اشوف اني هنا الانتي بادي واللي هو الانتي بادي هنا اللي راح نشوفه اللي هو اي جي جي وعندنا اي جي ام، هذا راح يكون مور سبيسيفيك اند مور سنسيتيف. اي جي جي هنا التايتر مالته من اشوفه طبعا راح يعطينا انديكيشن للكرونيك انفكشن، في حين الاي جي ام يعطينا انديكيشن للاكيوت انفكشن. راح اشوف الخط زين تشوفوا لو رعبه صار. اوكي عندنا هنا اكو جراف، هذه مالت الانتي بادي ليفلز، سوري هنا الانتي بادي ليفلز وهنا التايم. بالبدايه راح يصعد عندنا هنا الاي جي ام خلال الايام الاولى او الاسابيع يعني اسبوعين الاولى الاي جي ام هو اللي يصعد، بعدها راح طبعا الاي جي ام يعني رابيدلي انكريز اند رابيدلي ديكريز، وايل اي جي جي بعدين يصعد ويستمر. اي جي ام سوري جي فهذا يعطينا انديكيشن للاكيوت ولكن للكرونيك. دكتور الاي جي ام يبقى الى كم اسبوع مثلا اسبوعين لو اكثر؟ الاي جي ام اسبوعين ثلاثة اسابيع اي، بس الاي جي جي ست اشهر ممكن انه يبقى. واكو بعض الحالات الانفكشنز اللي يصير يعني بوستر دوز فيها لا انه ممكن يبقى سنوات. نجي على الماكروسكوبيكال فيتشرز، شلون راح نشوفها؟ ماكروسكوبيكال فيتشرز مثل ما قلنا انه هي راح تنمو على البلد والبلد ميديا يعني الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف كلهم ينمو عليهم، لكن حتى نشوف انه هي جرام نيجاتيف راح نستخدم سلكتيف ميديا اللي هي ماكونكي ميديا، وممكن انه نستخدم كزايلوس لايسين ميديا، وممكن انه نستخدم ايضا سلكتيف ميديا فور سالمونيلا اند شيجيلا اللي نسميها اس اس ميديا. اس اس ميديا طبعا اس سالمونيلا شيجيلا، هاي فقط السالمونيلا والشيجيلا كان جرو اونلي فور ذس ميديا، بات انذر انتيرو بكتيرياسي ويل بي انهبيتد
because this media contain bile salts. Bile salts will produce damage or destructions of another enterobacteriaceae. دكتور just only salmonella and shigella can grow on this media. But how can differentiate between the salmonella and shigella? Silent media. نعم بعد هاي اول فرق نعم انه السالمونيلا تكون موتايل الشيغيلا نون موتايل نعم دكتوره السالمونيلا تكون يعني تسوي برودكشن ال H2S فبالتالي برودكشن اوف ذا H2S لهذا السبب احنا راح نشوف الكولونيز مالتها ايش راح تكون بها سنترز اوف بلاك كلرز بينما هناك عندنا الشيغيلا تكون كلرلس نعم بعد اكو عندنا شيء الفرق بين السالمونيلا والشيغيلا بعد من حيث الباثوجينيسيتي مالتها السالمونيلا عادة راح تكون انتراسيلولار بكتيريا so that it will need synergistic treatment I mean double or triple antibiotic synergistic treatment معناها التعاون أو التآزر واحد يساعد الثاني يعني ما استخدم سنجل انتيبايوتيك حالها حال بقيه الانفكشن مثلا الشيغيلا اعطي سنجل انتيبايوتكس كان بي هولد وذ سمول ديوريشنز وايل سالمونيلا تايفي بيكوز ات از انتراسيلولار بكتيريا اي نيد سينرجستيك تريتمنت دبل اور تربل تريتمنت فور كيلينج اوف ذا بكتيريا شنو هذا معناها الانتراسيلولار بكتيريا معناها البكتيريا وين انترز the body اللي هي عندنا عندنا الميوكوس ممبرين هاي اول شيء هي راح تسوي لها attachment it will be invasive into the mucous membrane and into the epithelial cells within the epithelial cells there will be موجودة عندنا شنو الماكروفاج الماكروفاج will engulf of these bacteria by phagocytosis لزمتها الفاجوسيتوسيس تجي عندها شنو اللايزوسومز اللايزوسوم اوف هسه خلينا نرسمها حتى تكون واضحه لكم هنا عندنا هنا أنا اول شيء البكتيريا راح تسوي لنا شنو اتاتشمنت وذ الابيثيليال سيلز فين انتر انتو ذا بكتيريا موجوده هنا شنو عندنا موجوده هنا هاي الفاجوسايتس الفاجوسايت أو نسميها الماكروفاج الماكروفاج هاي الرمز مالتها الماكروفاج شو راح تسوي لنا هنا هاي طبعا داخل الخلية هنا الحكي راح تسوي انجل للبكتيريا للبكتيريا بالضبط راح تاخذها هنا انتراسيلولارلي تدخل بداخلها وتبدي تنطي هنا شنو لايزوسوم اللايزوسوم هنا الماكروفاج تنطيها for killing or destructions of this bacteria. But أنا البكتيريا شنو طبعا اللايزوزوم واحد من عندها موجود عندنا ال H2S H2O اللي نسميه هيدروجين بيروكسايد But the bacteria when half hydrogen peroxidase أو الاسم الثاني catalase it will يعني راح يسوي لنا hydrolysis of this enzymes and remain alive and proliferations will be continue يستمر عندها so that the bacteria intracellularly would become resistance for any enzymes or toxins يعني ممكن انه يسوي لها الدامج and then passes with the blood stream تمشي ويا the blood streams and lymphatic streams to reach another organs like livers or spleen or even bone ممكن انه توصل وتبقى and remain as the chronic وتسوي لنا هنا حالة نسميها الجرانيولوما when the infection converted from the acute into the chronic راح تصير جرانيولوما بهذه الأورغانز اللي راح تستقر بيها الليفر mainly in the gall bladders تبقى بالgall bladder
وخصوصا هنا راح يسوي لنا نوع من انواع سري الجولستون اللي موجوده بالجول بلادر. طبعا there are several types of the gallstone. اكو عندنا مثلا كوليسترول gallstone يجيب مثلا imbalance in the lipid profile يسوي لنا gallstone. واكو لا gallstone عن طريق السالمونيلا. عندنا هسه احنا بعد عندنا يعني حق اللابين مالت الماجستير دي يسوون عنها. فال يعني ال solutions for removal or بالضبط removal of salmonella need cholecystic مو cholecystic وإنما cholecystectomy يعني removal of the gall bladders نشيلها كلها حتى نخلصها للpatients. ليش؟ لأنه هذا patients يعني will be remain as the carrier for the infections لأنه باقية هي السالمونيلا تاريخي موجودة وباقية عندها بالجولستون. فش قد ما دا يأخذ علاج دا تبقى هي يعني تبقى أنه proliferation تبقى alive وممكن أنه يصير لها excreted with the feces. من راح نشوفها بالفيسز؟ فإحنا راح نعتبرها infusitric pathogen. طبعا مثل ما قلنا انه هي حالها حال البقيه جليكوز فرمنتيشن راح تسوي لان هي من الجيروبكترياسي بس نوت لاكتوز فرمنت ما تسوي لنا لاكتوز فرمنتيشن. لهذا السبب اذا زرعناها على المكونكي ما راح يظهر عندنا الروز سبوت ابيرنس اللي كنا نشوفها بالايكولار ولا نشوفها بالكلاسيلا وانما راح تظهر عندنا بشكل كلير زون. من نستخدم الميديا اذا بيها H2S كبريتيد الهيدروجين كبريتيد سوري بها كبريت الحديد سوري بها الايرونز. فهنا كبريتيد الهيدروجين اللي راح تنطينا اياه البكتيريا راح يسوي رياكشنز ويا الايرون اللي موجود فيعطينا كبريتيد الحديد او الفرس الايرون فيظهر بشكل اللون الاسود. هنا عندنا المكونكي ما بها ايرون لهذا السبب من راح نزرعها عليه ما راح نشوف البلاك كلرز فقط الميديا اللي بيها الايرون. ومثال عليها يا ميديا اللي هو التربل شوغر ايرون فراح نشوف هنا انه نرسمها او عندنا موجوده صوره شوفوا هنا هاي على المكونكي هاي هنا الكولونيز مالتها كلير. ليش؟ لانه قلنا المكونكي ما بي ايرون رغم هي انه دا تسوي برودكشن اوف ذا اتش 2 اس لكن ما بي ايرون تبقى كلير. هنا شوفوا هذه الميديا لا بيها ايرون فهنا تكون بلاك سنترز اوف ذا كولوني. الميديات اللي قلنا بيها ايرون اللي هي تريبل شوغر ايرون من اسمها وايضا عندنا السالمونيلا شيغلا ميديا اللي هي الاس اس واللي هي راح تسوي لنا ديفرنشيشن لانه احنا اذا نزرعها على المكونكي ما راح نقدر نفرق السالمونيلا من الشيغلا فراح نحتاج ميديا بيها ايرون حتى نقدر نفرقهم على الاثنين فنستخدم الاس اس ميديا. دكتوره البروتيوس مو تنمو على الاس اس ميديا بروتيوس اي بس ما تنمو هنا على الاس اس ميديا البروتيوس. ليش؟ لانه الاس اس ميديا بها بايل سولت يعني ماتيريالز هذه راح تسوي لنا توكسينز نعم هذه راح تسوي لنا يعني شلون نقول توكسيفيكيشن فور ذا بكتيريا فما تنمو عليها البروتيوس. بالعمل اخذنا انه يعني تنمو على الاس اس ما تنمو ايه احنا اخذنا تضارب شوي بالامل قلنا انه بروتيس على الاس اس ما تنمو لانه بها بايل. دكتور على الجاينوز لايسين ميديا هم اكو ايرون على مود الكولونين اكس ال دي لا هاي كل انواع الانتيروبكترياسي تنمو عليها حتى الايكولا تكون بالمحاضره ومن ضمنها السالمونيلا والشي قلتها ايضا تنمو عليها. شوفوا عندنا هاي الصوره هنا هاي طبعا هنا التبل شوغر ايرون هاي يكون البلين تشعرون انتم ماما قاعدين تتفرجون هنا الثلاثه تشعرون تكتبون تتفرجون على موبايل هاي شو وقت وصلتكم المحاضره
هنا انا شوفوا ماما هنا هذا الكليم جعفر بعد المحاضره انا من ادسها لك من اليل ما ادسها للبقيه من اليل وانا جعفر ورا ما نشرحها ونكملها يلا ادسها ليش لانه راح تلتهون بيها تقلبون والبقيه يقول لك ما احضر انا جتني ها هي انا دزيتها لك ما قلت لك تدزها الاحد لا توصلها ورا ما نشرحها مو قبلها يعني حتى بعد ما يقومون يجون يقول لك عندي وبالفعل ايش قد انتم عددكم وايش قد اللي حاضرين هنا شوفوا قلنا ما راح تسوي لنا لاكتوز فرمنتيشن راح تسوي فقط جليكوز فرمنتيشن الجليكوز فرمنتيشن ما راح يصير عندنا only the bottom of the tube will be yellow color من راح يصير يلو كلر فقط البتوم هنا فمعناها شنو هذا فقط نسوي البكتيريا جليكوز فرمنتيشن فقط للجليكوز فرمنتيشن نسوي لنا وايل ذا سكروز ان لاكتوز نوت بي فرمنتد فنشوف هنا على التوب اوف ذا سلايد راح يبقى لونه ريد اور بينك كلر اذا كانت البكتيريا نسوي برودوس اتش 2 اس فنشوف هنا البلاك كلر بي افير هذا هنا الشكل ايش راح نكتب عنه راح نكتب عنه الكلاين على اسيدك الكلاين على اسيدك زائد اتش 2 اس من يجي في البي جي اي ولو هي هنا كنت راح اصير اي اي على اي زائد اتش 2 اس دكتورة نعم احنا نبدي اول شيء بالجزء اللي فوق فاذا كان مثلا صار في فرمنتيشن نقول اسيدك اسيدك واذا ما صار في نقول نعم فوق الجوه اي نعم هاي الانفكشن حكيناها مالت السالمونيلا قلنا موجوده بالاكس اند برودكتس اوف ذا تشيكن عرفنا انه شلون تنتقل التايفويد فيفر او نسميه الاسم الثاني هو الانتريك فيفر الفيفر المعويه او هيك شيء وقلنا ايضا شرحناها انه راح تروح ويا البلاست ستريمز اند ذا لمفاتيك ستريمز ريش تو ذا ريتيكولو اندوثيليال سيستم ريتيكولو اندوثيليال سيستمز اللي هي السبليت الليفر الليف نودز البون مارو ممكن انه تبقى فور لونج ديوريشن ايفن فور ذا لايف اس يعني ذا كاريوت بيشنتس ويل بي كونسيدر عندنا هنا هذه باثوجينيسيس مالتها ايضا الصور لاحظوها نفس اللي شرحناها هنا شلون تصير انتراس هاي الاتاتشمنت بعدين بيصير عندنا الانفايرمنت باي فاجوسايتوسيس هنا تصير انتراسيلولاز بكتيريا وتنتقل طبعا نعرف انه الانتراسيلولاز بكتيريا مثال عليها يا بكتيريا مايكوبكتيريا تيوبركيولوسيس وبعد عندنا البروسيلا اخذتوها بصف ثاني ايضا هي انتراسيلولاز بكتيريا السيرولوجيكال تيست هاي حكينا عنها طبعا عندنا ممكن ايضا انه نشوفها قلنا بجنرال ستول السالمونيلا طبعا هنا هاي مهمه بالنسبه للدايجنوزس اوف ذا تايفويد فيفر هنا الدايركت راح نشوفها دايركت دايجنوزس اوف ذا تايفويد فيفر بالبلد اول شيء هو يكون اسرع من البقيه وذن ذا فيرست ويك اور 10 دايز الستول لا هذا سكند ويك وعندنا هنا البون مارو واليورين لا يكون بعد يعني اكثر فتره يعني ورا شهر شهرين يلا تبين بالنسبه للتريتمنت بما انه هي يعني اكتف بكتيريا فنشوف انه يكون عندها بلازمت او يصير عندها ميوتيشن so that this bacteria will have the resistance for most of the antibiotics that are used لكن عندنا سوبرافلاكساسيلين هو remain active استنى طبعا هو البريفنشن هو نستخدم يعني الجود سانيتيشن اند جود هايجين هذه بالنسبه للسالمونيلا
شي قلنا على نفس الفايل نخليه. دكتورة نعم الاكروتينيشن رياكشن هم يعني نسميه دا تيستر ولا بس هذا اللي بالتيوب؟ لا اللي هذه باللي دايركت اللي رسمناها هذه هي الدوك تيست العادية اللي يستخدموها بالمختبرات بالمستشفى. سكرينينج تيست يعني سيرفي او سكرينينج، لكن الاي جي جي والاي جي ام موجودة بالمختبرات لكن شوية تكون اكسبنسيف، مو يا بيشنت اللي كان يقدر يسويها الا اذا الطبيب يستخدمها يعني او يرسلها له. راح ناخذ هسه شي قلة وقلنا هي تكون ايضا سيميلر تو ذا انابر انتيروبكترياسي وتكون سيميلر تو ذا سالمونيلا وعرفنا الفروقات بيناتهم. ايضا هي راح تكون جرام نيجاتيف، هذا حال انابر انتيروبكترياسي، لكن هنا البقيه يكونون رود باسيلاي، هاي شويه تكون اصغر من عندهم او اقصر من البقيه، اقصر من اخوانها الباقي، لهذا السبب راح نقول عليها شنو كوكو باسيلاري فورم، شوية أقصر منهم كوكو باسيلاري فورم. هنا راح تكون not surrounded by the flagella so that it is non-motile وهذا اللي فرقنا عن البقية. أيضا it is strict pathogen for human not infected the animals، هاي مهمة تجيكم بالسيركل only infect the human، من نقول strict not infected the animals. And there are four species of Shigella that infected the human. اللي هم Shigella dysentery اللي راح يسبب لنا الباسيلاري dysentery. أكو فرق عندكم بين الباسيلاري dysentery وبين الأميبيك dysentery. أميبيك dysentery usually caused by parasites اللي هي الانتاميبا استولاتيفا. ومثل ما نعرف أنه الباراسايت يختلف عن البكتيريا، الباراسايت من مجموعة الإيوبكتيريا، يعني كاريوتيك، بينما البكتيريا هي مجموعة البروكاريوتيك سيلز. أيضا عندنا فرق ثاني لهذا السبب هذيك نسميها أميبيك ديزنتري من اسمها أميبا، بينما هاي نسميها باسيلاري ديزنتري. ليش باسيلاري؟ لأنه البكتيريا اللي تسببها هي باسيلاي. ايضا الفروقات اللي موجوده عندنا كاطباء، انتم ما عندكم مختبر قاعدين بالقريه بالتدرج او قرى وارياف تداومون، وين عندك دا يسوي كلتشرز ودا تطلع لنا شيغلا ولا تطلع لنا سالمونيلا؟ هي بالمستشفيات ما يشخصوها سالمونيلا والشيغلا، فراح تعتمد اكثر شيء على الكلينيكال فيتشرز اللي دا يجي البيشنت عنده وعلى الاكزامينيشن. انت من دا تفحصه ما تعتمد حكي يعني على حكي كليا مالت البيشنت، لانه مرات البيشنت يعني يجي مثلا يريد على مود ياخذ اجازه على مود ما يداوم، عندي وجع بطني عندي، فما تعتمد عليه، او مثلا على حكي زميلك طبيب اخر، ها هذا عنده هيك وهيك، لا انت بايدك تفحص on your physical examination وعلى الكلينيكال فيتشرز اللي تشوفها على البيشنت، signs والسيمبتومز الكلينيكال فيتشرز، الساينز اللي هو العلامات اللي انتم تشوفوها عليه، والسيمبتومز اعراض هو يجي يقول لك انا عندي هيك عندي هيك، هاي الفرق بين signs and symptoms. فانت من قاعد شلون حتى نفرق الاميبيك ديزنتري عن الباسيلاري ديزنتري؟ الاميبيك ديزنتري يوجوالي اكر يعني اور برودوس بين تندرنس بين يكون عنده اور كوليكي بين عنده باللور بارت اوف ذا ابدومين، يجي يقول لك عندي بطني الصغيره هنا، بينما عندنا الباسيلاري ديزنتري ابوف ات. الاميبيك ديزنتري يكون عنده هنا الفيفر not high grade fever while البسيلاري ديزنتري يكون عنده high grade fever درجة حرارته كلش عالية and maybe produce convulsion يعني يصير عنده شمرة ترتفع درجة حرارته ويصير عنده شمرة. البسيلاري ديزنتري most common اللحظة بالإنفانت يعني الأقل من سنتين، وحتى هو بالتشلدرين موجودة لكن الموست كمان اللحظة هو بالإنفان اللي هم عادة below or under the two years هاي نسميهم إنفان، لكن هناك بس الأميبيك ديزنتري اللحظة شوية بالأكبر ممكن أنه يصير لكن نلاحظهم بالأكثر، يعني هاي الموست كمان البريفالنس اللي محصليها أو الراشيو of infections.
الباسيلاري ديزنتري يكون ميكست وذ بلاد، هنا ايضا يكون ميكست وذ بلاد بالاميبك ديزنتري. لكن عندنا هنا قلنا ها قلنا الهاي جريد فيفر راح يكون بالباسيلاري ديزنتري because it is a gram negative بكتيريا. عن بجرام نيجاتيف بكتيريا شنو موجود بيها؟ السيل ممبرين مالتها موجود عندنا LPS لايبوبولي ساكرايدز اللي هو بايروجينيك جنريترز اوف ذا فيفرز، راح فلهذا السبب راح نشوف انه يكون عنده هاي جريد فيفرز. ايضا عندنا الاميبيك ديزنتري ممكن انه يسبب لنا فلاسك نسميها فلاسك يعني فورمز، هذه اذا ناخذ نسوي كولوس يعني كولوسكوبي فور ذا بيشنتس ممكن انه نشوف تصير عندنا شلون ال هاي عندنا السيلز يعني الابيثيليال سيلز أو انتيستن، فهاي مثل البلاست ألسر نسميها بلاست ألسر، هاي هنا بالأمعاء تصير شلون الألسر وبيها هنا نقاس وبيها بلاد، لهذا السبب راح يظهر عندنا البلاد ويظهر عندنا وياها باس ويظهر وياها ميوكوس. حالة الأميبك ديزنتري and can passes the intermucosalatic to the livers بينما بالباسيلاري not present usually mixed with the blood but not invasive or passes with the bloodstream only بالباسيلاري only transmitted I mean مستوى الاتاتشمنت ودخلت only يعني transmitted to adjacent cells not passes with the bloodstream بينما الأميبك dysentery passes with the bloodstream وتوصل إلى الليفر وتوصل إلى اللنك وممكن أن تسبب لنا امبايما. هاي بعض الفروقات بين الاثنين. بالباسيلاري dysentery ممكن أنه نشوف convulsion بينما مثل ما قلنا بالأميبك dysentery ما نشوف convulsion. ترى ويا الباسيلس يكون ايضا بلاد ماكو ميوكاس؟ نعم بلاد موجود بيها ميوكاس ماكو. نعم دكتورة بالاميبك ديزنتري اكو فيفر بس تكون لو جريد ايه ومرات ماكو فيفر. طبعا انتم بالمناسبة انه مو كل الكلينيكال فيتشرز راح تشوفوها على البيشنت. هاي احنا اللي نحكي عليها تيبيكال، هذا نحكي عليها كل الاعراض. يجوز البيشنت يجي عندكم بس عنده فد عرضين، ها هي تو ساينز اند سيمبتومز تشوفها، واكو بيشنت عنده كلها فمن تداومون هاي راح يصير عندكم الاكسبيرينس نسميها الخبره من خلال انه الكيسات اللي تشوفوها. واضح دكتوره؟ بس احنا عاده من نحكي او من تقرون تشوفون دائما يكتب او يعني نحكي الاشياء التيبيكال اللي هي كلها اللي موجوده، لكن احنا بالحقيقه مو شرط انه كلها نشوفها. ليش؟ because this depend on the genetics of the يعني patients على الاميونيتي سيستم مالته، واكو عندنا نسميها individuals variation يعني variations. طبعا عندنا هذه مثل ما قلت لكم الفور species of the shigella اللي هي shigella dysentery shigella flexinary shigella body and shigella sonic and most common هي اللي بروف اي shigella dysentery. هذه المورفولوجي مالتها شوفوا هنا قلنا هي شويه اكثر من اخوانها البقيه، لهذا السبب البقيه باسيلار هي كوكو باسيلاري. هاي هنا هاي كوكو باسيلاري هنا شلون نسوي الاتاتشمنت وذا نيو كو ريتيكال سيلز. ترى السالونات كانت انترا. نعم انترا. هذه هم لا هذه هنا لما راح تدخل ما تبقى ويا الماكروفيز او ويا المونوسايز وتروح باسز ويا بلاد يعني ستريمز اور نمفاتك، لا مو مثل السالمونلا. لو تتذكرون رسمتها اني قلت جاست
transmitted from cell to cell to adjacent cells تمشي افقيا. نعم هنا عندنا نانوسبور فورمينغ حالها حال البقيه نان موتايل هاي فرقها عن اخوانها البقيه. ايضا نو هاف اتش انتيجين بمعنى شنو ما عندها اتش انتيجين معناها ماكو فلاجيلا اونلي هاف او انتيجين. الاو انتيجين موجود بكلهم الهيتيروبكترياسي هذول العائله لانه كلهم هم غرام نيجاتيف وكلهم عندهم الاو انتيجين ان ذا سيل ممبرين. طبعا هنا ماكروسكوبيكالي شلون راح نشوفها شوفوا حالها حال السالمونيلا تنمو ايضا على المكونكي وتكون كلرلس زين وتكون سمول وسيركولر الحافه مالتها تكون ايضا كلير. لكن هنا اذا خليناها على الاس اس ميديا حتى نفرقها عن السالمونيلا فما راح نشوف البلانك سنترز. واي بيكوز نوت برودوس H2S. دكتوره هي ناتشرال بالصوره موجوده بشكل بيرز هي يعني بالعاده بالاستاديوم تكون موجوده بشكل بيرز. ممكن بيرز وممكن انه نشوفها سنجل. نعم شوف احنا هنا هذه التربل شوغر ايرونز اللي قلنا بالتربل شوغرز اللاكتوز سكروز هنا راح يكون عندنا اللاكتوز سوري الجلوكوز اللاكتوز السكروز. اذا صارت البكتيريا سوت فرمنتيشن فور اول these sugars نشوف all the slime will be appear yellow in color because acidic pH of the materials any fermentation will produce acid. هذا الأسيد راح يحول لنا الميديا من الألكالي إلى الأسيدك ولهذا السبب راح نشوف إنه اللون مالته راح يكون يلو فراح نقول شنو أسيدك على أسيدك. هذه حالة الإيكولاي. شوفوا هنا السالمونيلا only ferment glucose لهذا السبب راح نشوف البطن only yellow in color I mean acidic while the top is fermented of the slime remain pink or red color not to produce lactose or sucrose fermentation. هاي بحالة الشيغلة بحالة السالمونيلا نفس الحكي بالشيغلة only يعني الـ H2S. السيدوموناس السيدوموناس أخذتوها بصف ثاني. السيدوموناس هي مو من مجموعة الانتيروبكترياسي دير بالكم مو من مجموعة yes can be present as a normal flora in the skin or in the يعني some parts of the body. زين لكن هنا هي مو من ضمن الانتيروبكترياسي. Why? Because Pseudomonas aeruginosa يعني specifically Pseudomonas aeruginosa نسميها يعني strict or absolute aerobic bacteria بينما هذول الانتيروبكترياسي facultative anaerobic bacteria. الفاميلي مالت الانتيروبكترياسي غرام نيجاتيف صحيح هذه ايضا السيدومون غرام نيجاتيف لكن ما سوينا الكاتالي يعني هذول عندهم الكاتاليز بوزيتيف هاي عندنا الكاتاليز ايضا بوزيتيف. هذه الانتيروبكترياسي عندها الاوكسيدايز نيجاتيف بينما هنا عندها السيدوموناس ايروجينوسا عندها الاوكسيدايز بوزيتيف. اي عمليه فرمنتيشن ما سوينا السيدوموناس ايروجينوسا ليش؟ لان هي ابسوليوت اور ستريكت ايروبيك بينما هذولاك لا يسوون الليكوس فرمنتيشن وبعضهم اكوردنج تو ذا سبيشيز بعضها تسوي لاكتوز بعضها تسوي سكروز. لهذا السبب حتى اذا شفناها السيدوموناس ايروجينوسا موجوده بالستول اور فيسز نوت كونسيدر از ذا يعني باثوجينز اور produce infect or as a part of the enterobacteriaceae مو من ضمن مجموعة الانتيروبكترياسي. لهذا السبب شوفنا هنا حالها حال البلين ما تسوي لأنه أي fermentation لأنه هي فقط oxidase oxidation بالأحرى تسوي لنا ما تسوي لنا fermentation. دكتورة بالنسبة هو بالتي اس اي بالفلوغ شوغر ايرون هو الميديا من جوه الجلوكوز بعدين سكروز بعدين لاكتوز. هذه حكينا عنها وقلنا هي الروت اوف ترانسميشنز اوف ذا شيغلا
هي باي فيكو اورال. فيكو اورال يعني ممكن انه تنتقل من الفيسز، بس ما عندنا جود هايجينز، وتنتقل من الايد الى الاورال الماوث يعني، وتنتقل باي اورال ترانسميشنز انتو ذا جاسترو انتست. كل الديزيزز اللي تسبب لنا انتريك انفكشنز هي عن طريق الفيكو اورال ترانسميشنز. حكينا هنا هذه قلنا عليها راح نسوي الاتاتشمنت، وبعدين راح نسوي الانفكشنز انتو ذا ميوكو ابيثيليال سيلز. شوفوا هنا هاي الشكل مالتها، بعدين هنا راح نسوي transported into the adjacent cells. هنا شوفوا حتى من الماكروفاج تطلع ما تبقى، وتجي ايضا ترجع على الابيثيليال سيلز اوف جاسترو. التوكسينات هاي مهمة تجيكم، هاي بأسي هذه تجيكم. There are two types of the toxins of the Shigella. عندنا أول نوعية راح نسميه الإندوتوكسين. ليش إندوتوكسين؟ هو عندها LPS لأن هي غرام نيجاتيف، عندها LPS اللايكوبولي ساكرايدز، واللي راح يسوي لنا irritations of the bowel. أهلاً وعليكم السلام. أهلاً دكتور. وعندنا ايضا ثاني شيء اللي هو الاكزوتوكسين. الاكزوتوكسين عندنا تو تايب ايضا. نعم اي يعني اي خلاص الوقت هسه خلصنا. عندكم الاكزوتوكسين اكو نسميه شيغاتوكسين اللي هو الانتيروتوكسين بلوكس ابزوربشن اوف ذا الكترولايتس اند جليكوز اند امينو اسيدز فروم ذا ابيثيليال سيلز اوف سمول انتستين. هاي عندنا. وايضا عندنا النيوروتوكسين. النيوروتوكسين هو اللي راح يسبب لنا الفيفر، وراح يسبب لنا ايضا ابدومينال كرامبينج اند مننجايتس. هاي حكيناها ايضا عندنا. الدايكنوزس ايضا هذه بسيطه حكيناها، الاو ان في جي اتش ان في جي. التريتمنت هو السكر بلوكساسيلين امبسيلين والترايمترين.